تعالوا نروح لتقرير عن اليوم السادس على التوالي. تتواصل فعاليات مبادرة أنت الحياة وضمن مبادرة حياة كريمة، وده في محافظة الشرقية. وزي ما أنتم عارفين أنت الحياة بتقدم فعاليات ثقافية وفنية وورش توعوية بتخص تنمية الأسرة بشكل عام. خلينا مع الحياة، لأن الحياة لابد أن تسير طول الوقت. تقرير، وأعود وأتواصل مع حضراتكم لباقي فقرات التاسعة. أرجوكم ابقوا معنا. احنا في المجلس القومي للمرأة النهارده اليوم السادس في مبادرة انت الحياة، مشاركين بأكثر من أنشطة من ضمنها التدريبات الحرفية اللي هي الرسم على القماش والرسم على الخشب وخرز النول وصناعة الصابون وصناعة منتجات بالموزايك والزجاج المعشق. احنا مستهدفين 120 سيدة، وهما في الأول كانوا قلقانين من الحرف ان هم أول مرة يعملوا حاجة بإيديهم، وخصوصا ان في زجاج وخامات غريبة عليهم شوية، بس الحمد لله في اليوم السادس كانوا مبسوطين جدا وشافوا المنتجات قدامهم كاملة بإيديهم، فكانوا فرحانين جدا. وإن هم ياخدوا منتج حاجة عاملينها بإيديهم دي كانت بالنسبة لهم حاجة فرحاهم جدا. تعلمنا شغل الخرز اليدوي وتعلمنا الحرف، وعايزين حد يدعمنا المشروع اللي احنا تعلمناه، ونشكر سيادة الرئيس على دعم الست وعلى دعم الحياة كريمة وعلى الخدم اللي هو موصلها لنا، المشاريع الكثيرة المتوفرة لنا. وبنشكر المجلس القومي للمرأة، وبنشكر كل الخدم اللي هم الحياة المتوفرة لنا، الغاز، المية، المدارس الجديدة، البنية التحتية اللي عاملها لنا. كان معايا 15 سيدة دربتهم على الرسم اليدوي على الخشب، عملنا أكتر من منتج بحيث إن هم يتعلموا على منتجات بالفعل تقدر تفيدهم إنهم يعملوا مشاريع فيما بعد. إحنا النهاردة كنا بنقفل بعض الشغل، خلاص كنا في الفينش النهائي، فمن ضمن المنتجات اللي عملناها عملنا براويز. في البراويز كانت محتاجة انها تعمل لها مرايات يعني، فابتدينا نقفلها، ابتدينا نقفل البرافانات اللي احنا عملناها بحيث ان كل واحدة تبقى عارفة ازاي تختم كل منتج وتقفله وتعمله فينش نهائي يصلح انه يتباع خلاص كمنتج. وبنعمل لهم معرض في الاخر عشان يشوفوا حصاد اللي هم عملوه خلال الفترة. حياة كريمة نقلت المنطقة بتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، نقلتها نقلة تانية خالص. احنا ما كناش نحلم بالحاجة اللي موجودة دلوقتي، مجرد الحلم ما كناش نحلم باللي اتعمل من صرف صحي. 862 مشروع ما بين صرف صحي، ما بين مياه شرب، ما بين تبطين ترع، ما بين رصف طرق، ما بين جميع الخدمات دي ما كانش موجودة. إجت حياة كريمة ديا، وبنشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى للريف المصري عموما قبلة الحياة وللحسينية خصوصا، لأنها كانت مظلومة في جميع الخدمات.